عبر الشكل المعماري للمباني السكنية والنقوش الموجودة على القطع الفخارية والفحوصات المختبرية، استطاعت مديرية آثار سوران التعرف على تأريخ هذا الموقع الأثري. على بعد نصف كيلومتر من مركز قضاء سوران، تم العثور على موقع أثري يعود تأريخه حسب المتخصصين في مجال الآثار إلى حضارة الحلف. يرجع هذا التأريخ هذا التل لتقريباً مدة 5500 سنة، وهذا الفترة مشهور بفترة عصر حجري المعدني، ومشهور بحضارة الحلف بواسطة فخاريات مالت تقدر تشخص هذا الحضارة. ليش؟ لأن فخاريات مال هذا الفترة كلش رقيق كلش نظيف، وبنفس الوقت كلهم منقوش بألوان مختلف. في عام 2018 فريق من جامعة برشلونة الإسبانية بالتنسيق مع مديرية آثار سوران بدأ عملية التنقيب في الموقع الذي عثر عليه في الخمسينيات من القرن الماضي من قبل فريق بريد وود التابع لجامعة شيكاغو الأمريكية. النتائج مفرحة جدا لأننا عثرنا على جزء مهم من حضارة الحلف هنا. إنها لحظة تاريخية لأن الإنسان هنا اتجه نحو الحضارة والتمدن، وربما سنعثر على مواقع أخرى متعلقة بهذه الحضارة في هذا المكان في المستقبل. اختار الإنسان القديم هذا المكان للعيش فيه قبل آلاف السنين من الآن بسبب ملائمته للزراعة والعيش والسكن. أكثرية الآثار التي عثر عليها في هذا الموقع هي القطع الفخارية المنقوشة وغير المنقوشة، وكذلك المباني السكنية الدائرية الشكل. وجود المصادر المائية والمناخ الملائم دفع الإنسان أن يختار هذا الموقع للعيش فيه. هذا المكان مساعد للحياة الإنسان واستمرارية للحياة بواسطة زراعة حبوبات وزراعة أعشاب، وبالفعل إلى الآن أكو حياة بهذا المكان، وبنفس الوقت نفس حضارة نقدر نقول بس تطور مالتي أكثر. حضارة الحلف أو الحضارة الحلفية تعد من أشهر حضارات ما قبل التاريخ، وسميت بالحضارة الحلفية نسبة إلى تل حلف الذي يقع شمال غربي سريكاني على ضفة نهر خابور، والذي تم اكتشافه من قبل الباحث الألماني ماكس فون أوينهايم. وقد أكدت التنقيبات أن الاستيطان بدأ في هذا الموقع منذ الألف السادس قبل الميلاد. ريبر عبد الغفار، زاغروس تي في، سوران.